نحن وصلنا إلى مسك الختام افتراض مع أستاذ محمد ربيع، ما أعرف إذا وصل، إذا موجود. عليكم السلام عليكم السلام أستاذ، ورحمة الله وبركاته، كيف حياك الحال الله، أستاذ مهند؟ بألف خير، حياك الله، الله وأنا سعيد جدا أنك طيب موجود عليكم. معنا. أنت أنا صديق، أسعد كثير مع النخبة الله المتألقة. يخليك، أنت صديق وجار، وأنا جدا سعيد اليوم. نحن أهلا أصدقاء، لكن أسعد، ولا ما أهلا تكلمنا اليوم، سنتكلم بحساسية وبأخوة معهودة بيننا، أكيد. وهو متخصص في تربية خاصة، لكن اليوم نستضيفه كمتخصص، كأحد الأفراد الذين يعملون في مركز مملكة الطفل، والأهم من ذلك أنه أب صبور، أب لطفلة إعاقة ذهنية ما، متقبل مكافح. وحابب اليوم أنا أسمع منك الحكاية، والكل يسمع حكاية رودينا الله يسلمها، كيف الله يخليك. بدأت، كيف تعاملتم في صعوبات تتغلبون عليها، تبتسمون كل يوم، تعيشون الحياة. شكرا جزيلا على الإطراء أستاذ مهند، جزاكم الله خير. ربنا رزقني برودينا بعد ما كنت أخصائي، يعني درست التربية الخاصة الأول، صرت أخصائي، بعدين تزوجت، بعدين رزقت الحمد لله. المراحل اللي بتمر بيها كل أولياء الأمور أو الأمهات والآباء اللي بيحصل لهم الموضوع، حد يجي لهم طفل من ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة عشان المصطلحات، هنتكلم في البداية على الأسباب، وإحنا ليه بنعرف الأسباب؟ يعني دايماً لما درسنا عرفنا الأسباب بيئية، قد تكون وراثية، قد تكون من المجتمع، من البيئة، كلها ما فينا حطينا إيدينا عليها وهنستأصلها من جذورها والطفل هيتعالج. يعني إحنا ما استفدناش إلا في بعض الحالات، يعني مثلاً في حالات إعاقة صرية مثلاً بينفع نركب شبكية أو قرنية، فبيحصل السمعية ممكن سماعة تفيد بعض الشيء. في بعض الحالات بقى زي التوحد، وبعض الحالات التأخر العقلي، تجنب حدوث مثل هذه الإعاقة مرة تانية. العلاج بيكون تأهيلي، العلاج بيكون تأهيل، ما فيش حاجة بقى يعني إيه زي الحاجات اللي هي إيه جذرية تحل الموضوع نهائياً. في مشكلة عند الأم، أنا مش بلقي اللوم على الأم هنا زي في الحالات الشعورية اللي بتيجي لولي الأمر، في مشكلة عند الأم إحنا اكتشفناها بعد هي تجلط الدم عند الأم. الأم كانت تحتاج بشكل يومي لحقن أو أدوية سيولة. فده إحنا اكتشفناه متأخر. وطبعا الأسيدة بالشكل اللي هو زوجتي من محافظة وأنا من محافظة، قالت لي اسأل إخواتك على الدكاترة. طبعا إخواتي سبقوني في الزواج، فطبعا أنا كمان ما أعرفش، فسألنا على دكتورة معينة متابعة الحمل والكلام ده كله، جهاز سونار. فطبعا أنا مش في بالي هل كان بالإمكان أن فعل شيء أستاذ محمد؟ يعني أنتم ما عرفتم في مرحلة الكشف طبعا أثناء الجنين؟ إذا عرفنا كان طبعا بإمكان. نعم في حالة رودينا، هي طبعا رودينا ميكروسيفالي، صغر دماغ، وولدت من الأطفال. المولود نعم الثاني والمولود الثالث، الأم بشكل يومي بتاخد حقن تحت الجلد، حقن سيولة. فطبعا أنا بقول قصة رودينا علشان أفيد بيها البعض، إن المتابعة شيء مهم جدا 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 جدا، دكتور ونسمع نصايح الدكتور المختص، وما نسمعش للبيئة المحيطة بينا. يعني قد يكون مثلا البيئة المحيطة بينا، يعني من بعض الحاجات اللي ممكن تسمعها من مثلا ام الزوج او ام الشارع، مش كل يوم تروح عند الدكتور، يعني لازم تروح عند الدكتور عند اللزوم، لا مش عندهم، لازم نتابع وزن الطفل، حجمه، طول محيط الراس، كل ده من اول شهور بنبني طفل مشابه زي كده تاني. فالبيئه المحيطه برضو قد تكون السبب انك ممكن تسمع لده، لو وفر ثمن الكشف، انك العوامل الاقتصاديه، ما عندوش قدره على ثمن الكشف، خلاص هي حامل هتولد تاكل كويس. تمام. فطبعا لازم ننور الحاجات المهمه ديت للناس، عشان ما ممكن يكون في طيب ممكن يكون في حالات متشابهه، موضوع تجلط الدم. نعم، رودينا الآن جاءت، يعني خلاص هذه بالظبط المرحلة أنتم ما كان في كشف، بالظبط، هل كان جاء الحمد لله. يعني تفاجأنا أول حاجة، تحس بقى بالرفض، الرفض اللي هو لا دي هتكبر تبقى كويسين، عندنا حالات طيق مستمر لمدة سنة كاملة، وعملنا مزار وقرحة. بعد كده خلاص يعني تقبلنا بقى الوضع ومتعايشين معاه، الحمد لله رب العالمين. ايش اهميه العامل النفسي بين الاب والام بهذه المرحله ان يقووا بعض، انه نحن خلاص ان نتقبل كي نعيش نحن حياه طبيعيه ونساعد هذه الطفله ان تعيش حياه طبيعيه، هذا كيف شو فينا نقول هذا الموضوع؟ صحيح، العامل النفسي اول شيء، احنا الحمد لله بنرحم الطيور والحيوانات، مش هرحم بنتي طبعا، انا بعشقها فبحبها جدا، بغض النظر عن انا ممكن اتعصب في بعض الاوقات، هي كبيره كده بتعمل حاجات شويه، لكن الحمد لله رب العالمين. هي رودين عندها كهرباء على المخ ونوبات صرع، والموضوع اكتر شيء يؤلمني انها يعني كان انها ما تتالمش، يعني خليكي اذا رحت خاصه ايده وبتتحجز تروح العنايه، فلما بتيجي نوبه يعني ساعات ما بمسكش نفسي، وساعات الحمد لله اعتدت، لكن بتكون صعبة يعني، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله على كل حال. بالبدايه كيف في البدايه يعني مثلا خلينا نتكلم هيك اشياء بسيطه، ادويه منين نجيب؟ يعني بالنهايه الحياه ليست سهله في مصر في اي مكان، يعني منين الادويه تجي؟ هل يوجد صحيح جمعيات تساعد بهذا الموضوع؟ كيف يعني الكشف الدائم يمكن لازم كل شهر 3 شهور في حتى ما المشكله؟ صحيح. على حسابك الشخصي يعاني الاهل من هذا الموضوع. طبعا طبعا للاسف، ومفروض من مكاننا هنا نوصل لكل مسؤول ان يتقي الله في هذه الفئه، واولياء الابواب المغلقه لازم تتفتح لهم، من هذه المنصه لازم نعم نوصل ده. فطبعا طيب بشكل استاذ محمد شخصي شوف، نعم انا هم في نقطه في اللي عنده طفل على كرسي كذا، هذا امور هينه لانه اصلا يعني يخرج ويطلع ويعيش حياته الطبيعيه. اللي عنده طفل من هذا النوع من الاعاقات ليس عنده امل ان يكون مبدعا، ولا عنده امل انه يتعلم، ولا عنده امل ان يشفى، ولا كذا. تمام بالضبط، شو لازم ينعمل معهم يعني حقيقه حتى يساعدهم ويخفف عنهم هذا الالم اليومي يعني؟ أو أستاذة نشوة، اللي هو أنا مش هسيبه خلاص كده وهفقد الأمل، لا، هي من حقها تتعلم ومن حقها تحصل على كرسي ومقعد في التعليم زيها زي أي حد، إنها تعرف أرقام إنجليزي وأرقام عربي، يعني شوية كلمات محتاجة لنطق كويس، تعديل الحروف والمخارج والكلام ده كله محتاجة لسه تأهيل وتدريب عليه أكتر وأكتر. القدرات العقلية اللي الحمد لله عندها، يعني لا بأس بها، يعني الحمد لله رب العالمين. إذا قابل للتطور، هي طبعا قابل طبعا للتطور كاشف طبعا كذا أنه طبعا، لكن يتحسن الامكانيات انك تجيها من وقتك بشكل يومي لازم، لكن برضو يعني لازم ايه، يعني لهم ما يأثروش معاهم، ولازم برضو نعرف ان الناس عندها ظروف وعندها دنيا وعندها مشاغل وعندها اولويات وعندها حاجه قبل حاجه، ترتب حياته المعيشيه، لكن مش لدرجه النسيان، لدرجه انك تهمله اهمال تام في البيت واهمال تام في المركز واهمال تام تعليم، يعني خلاص كده فرصه، جه حظر وجه وباء، اتكلمت مع الدكتور محمد قناني بارك الله فيه، نعم لا اتكلمتوا عن التواصل عن بعد مع الاطفال، فعلا نعم في اطفال ما ينفعش، في اطفال ينفع نحاول معاهم، ما نقفلش الباب تماما، نحاول نشتغل منها، علشان هم فعلا الفتره كبيره جدا من غير تاهيل، يعني الحاجات اللي استفادوها من فتره ممكن تكون راحت وتناسب كتير، فلازم نوصل لحل في المشكله بتاعت كورونا اللي احنا فيها ديت. نعم. طيب ما دور الاخوه وحواليه او اقرب الناس له بشكل دائم هم اخوته؟ قديش مهم انه يوعي الاخوه، او الوعي بيجي فطري من عند رب العالمين، ولا كيف؟ قل لي هي كيف تصبح العلاقه بين هي طفل عادي سبحان واخوه؟ الله سبحان الله، هي بشكل تلقائي، هي بشكل تلقائي من حمزة وأخوه يلعب، يعني ساعات ساعات كده من الطفل معاذ يقول لي ما بحب، يعني لعبها في مسك وفي، فالطفل ما يحبش يعني، لكن حمزة يتعلم يقعد يغني لها الأغاني، أنا حافظة معايا أغاني كتير جدا، أنا دايما بحب أستخدم الأغاني في التعليم، حافظة معايا أغاني كتير جدا، يعني ليهم دور حلو جدا. هي تخيل لو كانت لوحدها، وبعدين أنا سارعت بصورة غير طبيعية، نعم لأن الصورة والصوت يا أستاذ محمد. كده سمعني، سامعك تفضل. فالحمد لله رب العالمين ان معاها اخواتها وبيساعدوها الى حد ما، بعض الاوقات يضايقوا منها، دايما اخليهم ايه يساعدوها ويجيبوا لها الحاجه اللي هي عايزاها ويدعموها، يعني جميل، الله يحفظ لك اياها الله ويخليها. يخليك. انا حانتقل من هذه التجربه الذاتيه الشخصيه مع ردينا الى المركز. انت سواء عملت في مصر تنميه المهارات الذهنيه، مهارات ما دور المركز بشكل عام؟ سواء طبعا انتم انا اعرف عندكم عده انواع اعاقات، ما هي هذه الانواع وشو دوركم على المستوى السلوكي في الحملات؟ جميل. أول حاجة المركز بيكون نظام السلامة أولا، يكون أمان له بشكل كبير، الأرضيات، الزوايا بتاعت الحوائط، السلامة أولا. تاني حاجة التعامل مع مختصين في المركز وفريق عمل متكامل ومتعاون، ده أهم شيء بينا الحمد لله رب العالمين، فريق العمل يكون مثلا نشتغل حاجة أو برنامج واحد أو تأهيل مع أخصائي دون الأخصائي التاني، فلازم يكون فريق العمل كله متكامل بينه وبين بعضه، من خلال انه ليه الامر بيجي عندنا بيتعمل معاه مقابله شخصيه، زي ما سالتك قلت لك قبل كده، بنتعرف على الاسباب، هل اولياء الامور اقارب بينهم، لو اقارب من اي درجه، بعيده ولا قريبه، هل في حالات متشابهه، تاريخ مرضي قبل كده عند الاب او عند الام، هل الثاني الثالث، ترتيبه بنعرف ترتيبه عشان برضو بنعرف عدد الاطفال في البيت اللي هيقدروا يساعدوه، او هو الاول او في طفل تاني معاه اتكرر الموضوع يعني، وبعدين بيتعمل تقييم من خلال جميع الاخصائيين، بناء على التقييم بيتم البرنامج الفردي وكل حاجه.
فطبعا في برنامج بيكون مع طفل مثلا سيفير يعني عنده صعوبه شديده، بتعمل برنامج وفق امكانياته بيكون بسيط. في طفل قابل للتعامل، برنامج ارتقائي كويس، بس فكل طفل بيكون له برنامج خاص بنمشي عليه مع كل اخصائي. نعم. طيب شو أهمية، أنا شفت مثل مركز صف يعني تعليم صح حتى يتعلم، وعندي مكان للاعب وكذا، ما أهمية بالضبط. كل يعني هذه الناحية وهذه الناحية في، خلينا نقول إذا قلنا تعديل سلوك سواء تعليمي أو سلوك يعني التصرف وكذا. اتكلم الدكتور محمد امبارح عن موضوع السلوك، ومش فعلا كلام جميل ومظبوط جدا. السلوك بيظهر في اي وقت، ولازم التصرف او الحل او علاج تعديل السلوك ده لازم يكون على الفور ومباشره علشان توصل للنتيجه المرغوبه. الطفل وقع شويه حاجه، الحاجات دي الطفل شخبط على الطاوله اللي هو جالس عليها، لازم على الفور، مش تيجي باكر او يعني اي شيء خطا بيسويه، لازم يكون من يعني الفريق كله يتدخل، مش بس الاخصائي النفسي اللي الطفل جالس فيه في جميل. المركز هو في تعديل نعم. سلوك، مع يعني مش بس تعديل السلوك متوقف على كلمة لا خطأ بس، لا في فنيات وفي انك ما شاء الله، فالحمد لله رب العالمين. الالعاب لازم ما يبقاش فيه جمود، الطفل طول اليوم جالس امام المشرفه، وبعدين ما يتاخد عن المشرفه يدخل الاخصائي الفرديه، لازم يكون الاخصائي يكون مرح ويكون لعوب كده، يلعب مع الطفل علشان يقدر يستفيد منه نعم. ويتلقى منه. نعم جميل. بدي انا كنت اسال هلا الان في ظل يعني التعليم عن بعد ومركز ملكه الطفل ما قصر، تم اكمال بعض الواجبات عن بعد، كيف قيمت التجربه؟ وانا اعرف انه حضرتك حتى قرات عبر البطاقات، تواصلت مع اطفال توحد يمكن خلال عبر التصوير البطاقات كنت بالضبط. تتواصل معهم، احكي لي عن التجربة هالتجربه عن بعد وعن البطاقات. والله التجربة ما كانتش مع الطفل نفسه، كل تواصلي مع ولي الأمر، نعم أرسل الهدف أو النشاط اللي أنا عايز أسويه، وبحفز ولي الأمر طبعا، لأن كل واحد يعني مش مجتهد زي التاني مع ابنه أو مع بنته، ففي اللي أنت عاوزه، لأن الموضوع جه بشكل مفاجئ والترتيب ممكن يكون صعب، وولي الامر بيداوم والطفل في البيت، لازم دلوقتي يكون الاستفاده فيه للجميع، في حد يقدر يرد عليك وحد، الموضوع حصل، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الفتره كانت انتاجيه، حتى في اتمنى ان انا ارسله حتى لو بعد ما قفلنا، للاهداف والانشطه اللي الاطفال عملوها في الفتره نعم اللي هي بتاعت الحظر، اخر قبل اللي هي الشهرين الاخرانيين 3 و4 و5 نعم الاخر شهرين، فالحمد لله رب العالمين. ما كنتش متوقع مع اولياء الامور، ولا هنبقى قدام شاشه مع طفل، الخطه لسه ما حدش طرح اي شيء للحل مع الطفل، ويكون ولي الامر بمثابه مدرب مساعد لينا، يعني ينفع مش مع كل الاطفال ان الطفل يتلقى مننا بعض نعم الحاجات، طبعا هو وهو جالس معاك على كرسي مع عدم وجود مشتتات صوتيه وعدم وجود مشتتات ضوئيه، بيكون صعب على بعض الاطفال، متخيل؟ ايوه يعني هو ممكن في طفل التواصل البصري بتاعه معاك ثانيتين 3 ثواني 5 ثواني، نعم فما بالك، فبيكون صعب. لكن بعض الاطفال هتستجيب، هتشوف الاخصائي، الطفل هيشوف الاخصائي بتاعه اللي هو ممكن يكون وحشه، ممكن يتبسط، ممكن تلاقي استجابات حلوه. نعم جميل. بالنسبه لل أنا سؤالي الأخير لك، إيه أنا حسأل عن البطاقات، أنا لو معي بطاقات وبدي أكلم أنا شخص من ذوي الإعاقة الذهنية في أن أحط البطاقة شير إلكترونية أو أني أحمل بطاقة بيدي وأقول له شوف وكذا وأكلمه. بالضبط، ان انا اشيل البطاقه بيدي، نعم المبدع استاذ مهند العقوس، لاقت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء قبول كبير جدا من الاطفال، وعندنا الخليل عجبته القصه جدا جدا جدا، وعمل مسابقه بيها وفاز ما شاء الله عليه، الخليل يتكلم. فكانت حضرتك انت طبعا الفنان العظيم، سويت الابداع ده، الصوره واضحه جدا، الصوره واضحه جدا، وسويت لنا بطاقات، جمله البطاقة، القصة عبارة عن 5 سطور، 1 2 3، الكارت بيوصف السطر، فأنا في أطفال الحمد لله رب العالمين عندي بتقرأ، يعني بتستجيب للقراية، وأنا كمان يعني قريتهم، خليتهم يتعلموا القراءة بطريقة الجيستالتية، بطريقة للقصة، وكارت مع القصة، فممكن أقرأ لكم قصة سريعة لأن أنا طولت، أنا عارف إن إحنا عدينا الوقت بكتير والناس تعبت. قصة النملة، جميل، وجدت النملة حبة قمح، فطبعا أنا عارض الصورة مع انا اقرا واشاور على حبه القمح، وبعدين اجيب صوره تانية مع الجمله التانية، زرعت النملة حبه القمح، هنا في صوره تانية
هذه نهائيا. وانا اعطيه وقته حتى هو يشوف بالضبط التفاصيل كلها، بالضبط. صح؟ هو طبعا ممكن ياخذ وقته من القصه عجبتني جدا، لان هو الاطفال التوحد دايما بيتاثروا من خلال الصوره، اتعلموا من خلال الصوره، فاستفادوا منها، لانها كمان مش حاجات كتيره، الصوره بتوضح الحاجه اللي اتقالت في السطر بس، فكانت رائعه جميله جدا جدا منها، لانها فعلا مطلوبه. الحمد لله. طبعا هذه المجموعه هي مجموعه من 12 قصه جميله جدا. كلها مبنيه على البطاقات، يمكن صعوبات التعلم والتوحد او الكثير، حتى الاطفال عاديين يستفادوا ايضا من الخلف او بطريقنا. على كل، انا استاذ محمد جدا كنت سعيد بانك كنت ضيفنا ايضا، أنا على أسعد، كل أنا اكيد أسعد استفاد جدا، مما جزاك الله فضلته خير. الذاتيه. الله يبارك فيك وشكرا جزيلا لك، شكرا ونتمنى ليك، لك شكرا لجميع ولعائلتك الحضور. كل التوفيق ان الله شاء الله. يخليك أستاذ منى، جزاك الله الله يبارك خير، فيك. شكرا ليك، شكرا للحضور. إن شاء الله إن شاء الله اللي هو اللي إحنا أخذناها في الحظر نعم والشغل مع أولياء الأمور، إن شاء الله برسله بحيث إن الحضور يشوفوه بإذن الله نعم تعالى. الان الكنترول، ممكن اذا بعثت الكنترول هم يحطوه في شو اسمه في إن شاء الله الشركه تعالى، إن باذن شاء الله الله تعالى تعالى. بإذن الله. وتحياتي شكرا لكل جزيلا اهل أستاذ، عم يساعدون، الله يبارك، عم يشاهدون الان. شكرا جزيلا جزاك لك، الله كل خير على هذا اللقاء. وتحياتي لكل، الله يبارك فيك، تحيه انجاز هذا الملتقى كما كنا نحب. انا شخصيا كنت دائما احلم بملتقى مختلف فيه كلام يشبه الناس، اعتقد كنا نقول كلاما يشبه الناس كثيرا. ان شاء الله الان يبدا عملنا بايصال هذا الكلام الذي قيل الى الناس بالشكل الحقيقي. أنتم شركاؤنا، إذا كنا أخطأنا أحيانا سامحونا. ورحمة الله وبركاته.